I'm a villain. ما سبب تراجع مشاهدات تعاونات الكي بوب مع النجوم العالمية؟ روزيه فاجأت الكل بتعاونها الجديد مع برونو مارس في أغنية APT، وخلال يومين بس صار شايف الكليب أكثر من 70 مليون شخص على يوتيوب. ومن كثر ما الجمهور حبوا الأغنية حطمت كل الأرقام القياسية وأصبحت The Biggest Male Female Duo Debut على مستوى العالم، وتخطت أغنية فورتنايت لتايلور سويفت وبوست مالون. ومن حوالي شهر ماجن ذا ستاليون نزلت أغنية نيفر بلاي بالتعاون مع RM قائد فرقة BTS، والملفت أن الجزء الخاص بRM كان أنيميتد. وقبلها كنا سمعنا فيرجن جديدة من أشهر أغاني سام سميث I'm not the only one، بس المرة شاركته في تايون من فرقة Girls Generation اللي كمان غيرت بعض الكلمات للكوري. أما التعاون اللي أخذ أكبر ضجة الفترة الأخيرة فهي أغنية نيو وومن، واللي جمع ليسا ورازاليا، وصار حاضر الكليب أكثر من 100 مليون شخص. بس اللي لاحظنا أنه الفيوز اختلفت بشكل كبير، ففي الأول الأغاني كانت بتحقق أضعاف المشاهدات الحالية، ويمكن لأنه الفترة الأخيرة تعاونت نجوم الكي بوب بالنجوم الأجانب أصبحت عديدة وشيء معتاد. بعكس في البداية لما كنا بنسمع عن كولابوريشن جديد، الخبر كان يقلب الدنيا ويتصدر الترند. هذا غير أنه التعاونات الحالية بتكون أكثر مع سولو أرتس مش مع الفرقة الكاملة. فمثلاً جون كوك في ألبومه الأخير جولدن نزل أغنية 3D مع جاك هارلو. والنسخة من أغنية Standing Next to You مع أشر. وجاي هوب كمان أبدع بأغاني مثل مع بكي جي اللي حققت أكثر من 400 مليون. وأون ذا ستريت مع جاي كول واللي نزلها من سنة وشاف حوالي 60 مليون. لكن من أول التعاونات اللي انتشرت بشكل كبير وكانت واحد من أهم أسباب شهرة BTS في أمريكا والعالم هي أغنية مايك دروب واللي طرحوها في سنة 2017 وتعاونوا فيها مع ستيف أيوكي، واللي اليوم شايفها على يوتيوب أكثر من 1.4 مليار مشاهدة. والمليار كمل مع BTS في أغنية Boy With Love اللي كانت بمشاركة هولزي وحققت نجاح أكبر بـ 1.8 billion views. الشيء اللي خلى العديد من الستارز يحبوا يتعاونوا معهم مثل ماجن سيا، تي ستاليون وكولد بلاي بأغنية My Universe اللي بسنتين صار حاضرها أكثر من 300 مليون. وبلاك بينك كمان لهم حصة من الكولابوريشنز العالمية، أهمها مع ليدي غاغا بأغنية ساور كاندي، كيس أند ميك أب مع جواليبا، وأغنية آيس كريم مع سيلينا غوميز واللي وصلت مشاهداتها لأكثر من 930 مليون. آيس كريم chillin chillin آيس كريم chillin. ومن التعاونات المميزة أيضا هي الديبيوت سونغ لفرقة لسيرافيم Unforgiven، واللي نايل روجرز واحد من أهم الموسيقيين في أمريكا عزف الجيتار فيها. هذا غير أغنية Written in the Stars اللي قدموها جون ليجند وويندي من فرقة Red Velvet، Let's Shut Up and Dance اللي جمعت جيسون ديرولو بNCT 127 ولي Monsta X مع French Montana بأغنية Who Do You Love. Them boys is next, Montana, Monsta X. واللاتين كولاب كان بين Super Junior وLeslie Grace بأغنية Lo Siento.